تواصل معكم مشاهدينا الكرام عبر صباح الشروق. إذن من معرض الكتاب ننتقل إلى واحد من التقارير عن مدينة الرماش. خبرني يا نيل الأجداد والآباء، خبرني يا رمز الجلال والنعمة، أهو نفس الزمان؟ أهو نفس المكان؟ أهي نفس التفاصيل التي نقشها التاريخ على جدار ذاكرة القرية؟ القرية التي نحب شوارعها ونسمر في أمسياتها ونمرح في بساتينها والحقول، أهي الرماش التي نعودها اليوم باحثين عن تاريخها وقصصها وناسها الطيبين؟ نعم هي، هكذا يقول النيل ويمنحنا الإذن لنبدأ رحلتنا في الرماش، إحدى قرى شمال سنجا حاضرة السنار. دخلناها فرأينا بساطة القرية وسماحتها. بالنسبة للسكان القاطنين على قرب من النيل الأزرق، ترتكز حياتهم على صناعة الطوب الذي يمثل مصدر دخل أساسي، فحتى موسم فيضان النيل تكون الفرصة متاحة لهؤلاء لزيادة إنتاجهم وكميات الطوب وبيعها، فطوب الرماش من أجود الأنواع. ولأن الحياة في الرماش تبدأ بالنيل والتفاصيل تبدأ من النيل، استوقفنا النيل واستوقفتنا حكاياته. جبريل مواطن بسيط يعيش في المنطقة، رزقه يكسبه من نقل السكان عبر قاربه الصغير. جبريل كفيف البصر، وهو المكلف بإيصال الناس بأمان من وإلى شاطئي النيل، لا يجد في فقدان بصره مشكلة، فهو سعيد بعمله في النيل. يبتعد جبريل بقاربه في عرض النيل، ونبتعد نحن ونقترب أكثر من تفاصيل الحياة بالرماش، فتأخذنا الخطى صوب بساتينها الغناء ورياضها النضرة المتلفعة بالثمار. فالرماش منطقة أكسبتها الطبيعة خضرة وجمال قل أن يوجد في مكان آخر، فمن خير أرضهم يأكلون ومن مائها يشربون وينعمون. باتجاهنا لمعرفة تفاصيل الحياة وتاريخها واجتماعياتها في هذه القرية التي تعتبر امتدادا لثورة الإمام المهدي، فأحفاد الخليفة عبد الله ما زالوا يوشحون القرية بحضورهم، فضلا عن كون الرماش محطة مهمة في حياة الدولة المهدية، فأمراؤها وفرسانها تحفظ لهم القرية تاريخا وأسفار. ويخبرنا محمد حسن مكي صاحب كتاب الرماش قراءة في أحداثها عبر الزمان عن مكونات القرية وأهميتها التاريخية، فهو يقول إن الرماش محطة مهمة من محطات التاريخ السوداني، ولأن الرماش تجسيد للسودان في أبهى صوره الاجتماعية المترابطة، نجد إلى جانب قبيلة التعايشة أكثر من 20 قرية أخرى تتقاسم المكان كما يتقاسمون إكرام الضيف، فعندما يحل الضيف ينبئ منظرهم عن أصالة المعدن والخصال، فكل قبيلة لها في الرماش متكأ، وأي متكأ؟ إنه متكأ وريف. وإن حكى البطاحين قصتهم فإن للتعايش قصتهم. العم إبراهيم يوسف من ظرفاء الرماش، عرف بشعره ونكاته وحبه للشاي، ليس على طريقتنا وإنما على طريقة البرامكة بغرب السودان. وفي منزل السيد يحيى الخليفة عبد الله خليفة الإمام المهدي بالرماش، يغمرك إحساس بعظمة التاريخ السوداني وأنت تتنسم عبق الماضي الزاهر. في هذا البيت ملمح آخر من حياة الناس هنا، فهم يعالجون بالقرآن، فسر القرآن وعظمته دفع بها أحفاد الخليفة عبد الله خيرا وبركة لخدمة العباد، فكم من مريض دخل هنا فخرج معافا بإذن الله تعالى. وفي الرماش تنساب الحياة بهدوء وسكينة، وكغيرها من القرى يمثل فيها المسجد إشعاعا ونورا، وفي الشوارع الوجه البسام وابتدار السلام، هي تربية القرية ووصية الأجداد، فكم خرجت الرماش من أفذاذ وكم علمت، ويكفي أن المرأة فيها تشكل منارة ونور،
فهي الأم والمعلمة وصاحبة الفكر والرأي. بدخولك الرماش تدرك أنك بحاجة ماسة لمجالسة شيوخها وحافظي تاريخها لتسمع إليهم وتعيد قراءة التاريخ مرة أخرى، بحاجة للتفرس في نيلها وطرقها وإنسانها وبساتينها الغناء. قد تكون هذه قراءة أولى في كتاب الرماش، لكنها تكفي لمنحنا طرف الخيط الممتد إلى أعماق تاريخها، تاريخها الذي لا ينفصل عن حياتنا التي نعيشها اليوم.